الكبير شريف تنبيه، اشكر مرحبا محمد العجماوي في المدير التنفيذي ارجع ورا عشان تقطع عليه سلوك تحيا مصر. النهارده عشان التلفزيون بنختبر في محافظه برسمين اربع قرى بعدد 160 منزل. القرى هي قريه صنبور، قريه بني سليمان، قريه النواميس الوسطى، قرية محمد موسى في مركز مصر. أعتقد إن التعاون مع الكرمان ده تعاون إن إحنا قضية تعاون 500 مليون، المرحلة اللي إحنا بنسلمها النهاردة تكلفة 16 مليون، دي أحسن 126 قرية للفريق. عدد المنازل 14443 منزل، الرئيس أعلن إن في خلال سنتين هيتم القضاء على العشوائيات وعلى كل قصر احتياجا فيه كامل في مصر. احنا بنهني اللي بيستلموا بيوتهم النهارده في حريهم. صندوق تحيا مصر هو صندوقكم، هو صندوق اهل مصر. ده صندوق يعني كل واحد حط حط جنيه فهو مساهم في هذا الخير، وربنا هيديله على قد نيته وهيساهم الى مصر سبحانه وتعالى.